السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه. موضوع الفيديو بتاع النهاردة بخصوص نشر أفكار طبية خاطئة. نشر أفكار طبية خاطئة أو معتقدات طبية خاطئة أو الترويج للحنية الزيادة. أخش في الموضوع. الجملة الآتية نلاحظها شوية: مفيش مرض من غير عرض. جملة واضحة: مفيش مرض من غير عرض. إيه رأيكم في الجملة دي؟ هي جملة رنانة وليها سجع، ولما تتقال من دكتور صيدلي زميل ممكن الناس البسيطة تصدقها. طب ايه هي حقيقتها؟ حقيقة الكلام ده عار تماما عن الصحة. ازاي؟ في امراض كتير بدون عرض وبيستمر صاحبها سنة واتنين وتلاتة مريض ومواش عارف، والمرض بيستفحل بداخله. المرض بيستفحل بداخله وهو لا يعلم. على رأس هذه الأمراض حفظنا الله وإياكم السرطان. مرض السرطان بيبقى صاحبه مش عارف، وبعد 5 6 7 سنين بيروح بيكشف عند الدكتور، الدكتور بيروح يقول له اتفضل اعمل دلالات أورام، بيروح يعمل دلالات أورام بيلاقي المرض عنده بقاله 6 سنين. فين بقى لا مرض بلا عرض أو مفيش مرض من غير عرض؟ جرثومة المعدة. في ناس عندها جرثومة المعدة اللي هي هيلوباكتر بايلوري، اللي هي بتتحلل بثلاث حاجات: براز او انهاليشن نفس او دم. يا ده يا ده يا ده. والدكتور باهر بيقول له اوعى تروح معمل التحاليل، احسن تصرف 700 جنيه. اما اللي تشيك اب ده ايه؟ اللي تشيك اب اللي بيتعمل في جميع دول العالم المتقدمة ان كل 6 شهور ما بيبقاش بيشتكي من اي حاجة وماشي على الارض زي الحديد، وبيجري الصبح ساعتين وبيجري بعد الظهر ساعتين، بيعمل كل 6 شهور شيك اب، طمن على ضغط الدم وعلى السكر على مفاصله على دلالات اورام غير دلالات اورام، وظائف الكبد وظائف الكلية كل الجسم، جرثومة المعدة، يكشف على شعره يكشف على جلده يكشف على اعضائه. تشيك اب تشيك اب في دول العالم المتقدمة. فحضرتك بتقول للمريض هتصرف لك 700؟ لا بلاش، احنا كده دخلنا على معامل التحاليل عايزين نوقف حالهم كمان. ده طبيعة الحياة، يرزق البعض من البعض وهو غني عن الجميع. حضرتك لما تقول له ما تحللش انت بتضره. احنا قلنا الضغط، مرض الضغط اسمه القاتل الصامت، اسمه سايلنت كيلر. سايلنت كيلر معروف طبيا سايلنت كيلر، يعني بيبقى الشخص او المريض عنده ضغط ولا يعلم، وفجأة بيعلى الضغط بتاعه بيعمل له نزف بعد 4 سنين ولا بتاع، يكتشف ان عنده الضغط. يبقى اذا هو لو كان كشف بدري مبكرا كان تلافى الاثار اللي عملها له الضغط. كذلك السكر، مرض السكر، مرض السكر له تحليل اسمه HB1C، HB1C اللي هو بالعربي السكر التراكمي، وهو يعطي خلفية عن
تاريخ مرض السكر لثلاث شهور سابقة. ثلاث شهور سابقة، ده علميا كلام علمي، اللي هو الرينج بتاعه 7. لو زاد عن 7 يبقى عنده سكر. يعني معنى كده ان في شخص مريض بالسكر من 3 شهور ماهوش حاسس. وعلى كده قص اشياء كثيره وامراض كثيره، الفيديو مش هيسعنا. فاللي تشيك اب لاي مريض شيء مشروع. واحد قلقان على اولاده احسن يكون عندهم جرثومه المعده، حلل. ما تاخدش دواء غير لما تتاكد ان انت عندك مرض. ما حدش هياخد دواء بدون تحليل، ده لوجيك منطقيه. وطالما الراجل عنده المقدرة المالية ان هو يروح ويكشف، يروح، ربنا يوفقه وربنا يكرمه وربنا يرزق الجميع، معامل تحاليل غير معامل تحاليل، ربنا يرزق الجميع. ليه بنفترض في الناس السبوبة؟ ليه؟ ده شيء يعني غير انساني. كده غير انساني. انا رايح اعمل تشيك اب وانت بتشككني. لا، انا عايز اطمن على اولادي. ولادي هم ثمرة عمري، عايز اطمن عليهم، هبيع حياتي عشانهم. راجل فقير هيروح للتأمين الصحي، هيروح وحدة صحية، هيلف، هيجيلنا يطلب مننا المساعدة هنساعده. هيروح الجمعيات الخيرية هنساعده. لكن لا، ما تاخدش. لا، ممكن يكون عنده المرض بقاله 6 شهور ماهوش حاسس. فجملة مفيش مرض من غير عرض.